يقول: هل يجوز أن يقول القائل اذهب فإن معك الأمير فلان، أو يقول اذهب فإن معك الله ثم الأمير فلان؟ يقول: ما هو الأولى؟ الأمير إن كان يمشي معه فهو معه، إن كان الأمير ما هو معه فليس معه، إنما معه الله سبحانه وتعالى. نعم، فمعية الأمير غير عامة، ومعية الله غير عامة، وهو معكم أينما كنتم. نعم.